النفس التي ترتبط بالسيد المسيح خلال الإيمان الحي العامل بالمحبة تحمله فينا روحيا، وكأنها قد صارت له كالقديسة مريم التي حملته روحيا كما حملته بالجسد. من أقوال القديس أغسطينوس عن الفرح بالميلاد. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحبانا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامج الميلاد الجديد في حياتنا ومحور جديد من محاور الميلاد. النهاردة نتكلم عن الفرح. الميلاد مفرح، كل العالم بيحتفل النهاردة بميلاد المسيح. خلونا نشوف أساس الفرحة جه منين. البداية بالفرحة، البداية من بشارة الملاك للرعاة. راح لهم الملاك في إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 2 من عدد 10، يقول لهم: قال لهم الملاك: لا تخافوا، ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص، هو المسيح الرب. فكانت الفرحة بميلاد المسيح. الرعاة لما سمعوا الكلام ده هم يعني فرحانين لرؤية الملاك وفرحانين بالبشارة المفرحة، لكن عايزين يشوفوا، عايزين يصدقوا. يقول الكتاب انه في عدد 13 ظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. ايه الحكاية ده؟ مش بس ملاك جاي يقول لهم، ده في جمهور من الجند السماوي عمالين يسبحوا ويقولوا، يفرحوا الدنيا بميلاد رب المجد. الرعاة لما رجعوا يقول الكتاب ان هم كانوا بيمجدوا الله ويسبحونه على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل لهم. يعني راجعين منذهلين مندهشين فرحانين انه اللي شافوه ده كان حقيقي. في انجيل معلمنا متى بيقول لنا انه له نجم ظهر في المشرق، القصة بتاعت المجوس. يعني الميلاد العجيب ده ليه نجم ظهر في السماء يفهموا الناس بتوع الفلك، عشان كده مش وراه لغاية لما قادهم لبيت لحم. فرح، السماء بتفرح، الملائكة بتفرح، الكواكب بتفرح، المجوس بيفرحوا، الرعاة فرحوا. فكانت الفرحة عجيبة الحقيقة. بنفس الطريقة كانت قبلها بشوية صغيرين فرحة الزكريا ببشارة الملاك. الحقيقة لما جه الملاك يكلمه قال له على يوحنا المعمدان: ده يكون لك فرح وابتهاج، وكثيرون سيفرحون بولادته. فكانت الفرحة على كله. عايز أقول لكم حاجة مهمة، كل الآباء الكبار، الأنبياء الكبار، كانت الناس تفرح لميلادهم وتحزن لمماتهم. يعني لما ولد إبراهيم ابن تارح، مات تارح ثم مات بعدها إبراهيم، وبكاه ولدا إسحاق وإسماعيل ودفنوه في مغارة المكفيلة. كان مولد إسحاق وموته فرح وحزن متلاحقان. كذلك يعقوب ثم الأسباط ثم موسى ثم يشوع وجميع الأنبياء، فرح يوم الميلاد، ونواح وعويل كثير يوم الممات. أما ميلاد السيد المسيح له المجد، جعل الميلاد والحياة والممات لكل الآباء السابقين كأنها نقطة مضيئة في طريق الخلاص. كل اللي كانوا بيقولوه الأنبياء زمان اتحقق في المسيح، فصار ميلاد المسيح ليهم كأنها نقطة انطلاق. يا انت جيت يا رب، اللي احنا شفناه من بعيد وكتبناه ده انت جيت تحققه بنفسك. فكانت الفرحة بميلاد رب المجد إلهنا. خدوا بالكم من كلمة الملاك: ولد لكم مخلص. بالنسبة لنا ولد الرجاء الذي لا يموت، وبالنسبة لأبائنا كمان الذي كانوا ينتظرونه. لو تاخدوا بالكم الترنيمة الجميلة اللي بتصليها الكنيسة في ليلة الأبو غلمسيس، ليلة سبت الفرح، كلها فرح. لما يقول المرنم: لك المجد يا قدوس، لك العظمة والسلطان، نسبحك معني أنجيلوس أجيوسا فاناتوس نينان. فرح، فرح بالقيامة. أصل ده اللي مش هيموت، اللي اتولد لنا ده مش هيموت، ولو مات يقوم، لأنه جاي يموت من أجلنا ويقيمنا معه.
عشان كده أحبائي ده الفرح الحقيقي، إنه ولد لنا مخلص لن يموت بعد. يمكن حد يسأل أنت اللي ودك لسبت الفرح، إحنا لسه في الميلاد، لكن نقول إن الميلاد كانت بشارة الملاك إنه ولد لكم مخلص المسيح الرب، مخلص يعني يخلصنا من خطايانا، يعني يموت ويقوم منتصر، ده الفرح بعينه. عشان كده وإحنا بنبص على الميلاد شايفينه قائم من بين الأموات. ده سر الفرح بالميلاد، هو الفرح بالنصرة والفرح بالقيامة. ده اللي بيخلينا نفرح بألحان الميلاد الجميلة. لحن اسمه بيجين ميسي، جميل قوي. بصوا كلامه بالعربي بيقول ايه: يا للميلاد البتولي، يا للطلقات الروحانية، يا لعجب العجاب كقول الأنبياء. كان ميلاده خلى كل الآباء يتهللون به كأنهم ولدوه جميعا، كأنه أنا حاسس إنه ده ابني. يعني يجي أبونا مثلا أشعية أو حد من الأولين يقول ده ابني. في النبوة بتاعت أشعية يقول لنا إيه؟ فأشعية 9 عدد 6 و7: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. يقول اللي هيتولد ده ابننا كلنا، ده احنا ما صدقنا جه، اصل ده اللي هيجي يحمل خطايانا وما يموتش، ده اللي هيقوم من بين الاموات. الكنيسه بقى خدت المعاني الجميله دي وسجلتها في التسبحه. يعني يجي مثلا يوم الثلاث يقول لانه بارادته ومسره ابيه والروح القدس اتى وخلصنا. يوم الاثنين يقول اشرق جسديا من العذراء بغير زرع بشر حتى خلصنا. يوم الجمعة هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، نسبحه ونمجده ونزيده علوا. عشان كده أحبائي الفرح ده ابتدى من شخص وانتقل لشخص، ثم من بيت لبيت، ثم من قرية لقرية، لمدينة لمدينة، لغاية لما وصل العالم كله. كل العالم النهاردة بيفرح بميلاد المسيح كل سنة. صحيح احنا فرحانين العالم بيحتفل بالكريسماس واعياد الميلاد، لكن نتمنى ان هم يفرحوا روحيا، ما يبقاش الحكايه اكل وشرب وعيد ولبس واحتفالات من نوع البشري، لكن احنا نفرح جدا لما يبقى الاحتفالات روحيه ودينيه، نفرح جدا لما الاحتفال بالميلاد يقود للفرح الحقيقي بالقيامه المقدسه. ربنا يفرح قلوبكم كلكم وتعيشوا تفرحوا بميلاد رب المجد يسوع المسيح إلهنا. لربنا كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد.